مهندسين كتير يا باشمهندسين بتنزل الموقع وتلاقي المنظر ده كده ومبتبقاش عارفة المنظر ده عبارة عن ايه. تمام، المنظر ده خاص بيه تشطيب الوجهات. احنا عندنا تشطيب الوجهات ممكن نشطبه بحاجتين، يا اما جرافيتو وسافيتو يا اما دهانات. وفي ناس كتير في الفترة الأخيرة بدأت تميل للجرافيتو والسافيتو عن الدهانات، لأن بدأ يظهر مشاكل كتير في الدهانات بتاعة الوجهات، إن هي بيحصل لها رطوبة، ما بتستحملش العوامل الجوية، بتنطر بعد فترة، الكلام ده كله. طب نيجي للشكل ده، الشكل ده عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن جرافيتو أو سافيتو. في ناس مفكرة إن الجرافيتو حاجة أو السافيتو حاجة تانية خالص، لا، الاتنين نفس الحاجة، بس الجرافيتو عبارة عن شركة والسافيتو عبارة عن شركة تانية خالص. تمام، لكن هما الاثنين نفس الشكل ونفس الايه الملمس. طب انا دلوقتي رحت قعدت مع الشركه وقلت لهم انا عايز اشطب الواجهه بتاعتي جرافيتو او سافيتو، هيديني كتالوجين. اول كتالوج في اللون، هيقول لي اختار اللون اللي انت عايزه. طب تاني كتالوج في التيكتشر او الملمس. يعني ايه التيكتشر او الملمس؟ لما اجي املس على الحيطه كده هلاقيها ناعمه قوي ولا ناعمه نص نص ولا خشنه قوي ولا خشنه حاجه بسيطه، التحبيبه بتاعتها بتبقى عامله ازاي. تمام تمام، فهو التكتشر ده عباره عن الملمس بتاع السطح. طب انا خلاص رحت قلت له اه انا عاجبني اللون ده واللون ده واللون ده، وعاجبني الملمس ده والملمس ده والملمس ده، خلاص بيقول لك انا هبعت معاك مندوب ينفذ لك العينات دي على الطبيعه. فبيجي المندوب يبدا يوقع لي العينات دي على الحيطه بالمنظر ده. تمام تمام، وانا ابدا بقى اقول اه لا انا عاجبني ده، لا انا عاجبني ده، بختار اللي عاجبني وورني على الشركه اقول لهم انا عايز ايه الكود الفلاني. يعني كود ده 108، يعني انا لو عايز اللون ده بتصل على الشركه اقول له ايه هات لي كود 108. طب ده لا هات لي كود 104. وخلي بالك ان اللون اللي انت بتختاره في الشركه بيكون مختلف حاجات بسيطه عن اللون اللي بيبقى في الطبيعه. تمام، لو جيت بصيت هنا هتلاقي هنا ان التيكتشر خشن قوي، هنا التيكتشر يعني هنا التيكتشر عبارة عن ايه املس، يعني املس حاجة بسيطة يعني. تمام مش مهندسين، فده بالنسبة للتيكتشر وبالنسبة للكلام ده كله. طيب انت بعد كده بتعمل ايه؟ بتسيبها كده مدة يومين وتيجي تمسك مثلا وليكن مسمار وتبدأ تجرح فيها. لو لقيتها بتفرول في ايدك وبتطلع معاك زي البودرة، اعرف ان الشركة دي مش كويسة، المادة بتاعتها مضروبة او مش افضل حاجة. خلاص تمام، طيب خلاص انا اخترت والشركه وردت لي الكلام ده كله، انا لازم اكون عارف معدل فرد الشكار. الشكاره مثلا بتقول لك ايه، الشكاره دي مثلا بتفرد 10 متر، الشكاره دي بتفرد 15 متر. فانا الاول بحصر انا محتاج قد ايه، وبناء على كده بطلب الكميه اللي انا عايزها. خلي بالك يا باشمهندسين لازم تطلب الكميه كلها مره واحده، لان مثلا في بعض المهندسين بتطلب كميه وتيجي تشتغل في الوجه وبعد كده تلاقي في جزء عندها لسه ما خلص، فبالتالي يطلب كميه زياده، فيلاقي ان في اختلاف في اللون او التون بتاع الوجه. هتلاقي ان في مربع كده غير بقيه الوجه كلها، بيكون باين او على الاقل خالص بيبان لك خط فرق ما بين القديم والجديد. فلازم لما اطلب الكميه بتاعتي كلها اطلبها كلها ايه، اطلبها كلها مره واحده. الجرافيتو او الزافيتو في منه كام نوع؟ في منه نوعين، نوع اساسه اسمنتي وده بيجي متعبي في شكاير وده بيتضاف عليه ميه، ونوع اساسه اكليركي. تمام، وده بيجي في جرادل. الاثنين ببدا افردهم على الحيطه، وطبعا اللي اساسه اسمنتي واضيف عليه ميه لازم بيتخلط بمكسر. تمام يا باشمهندسين، سمك طبقه السافيتو او الجرافيتو بتكون 3 مللي. ببدا ان انا اول حاجه افردها بالبروه. تمام، وبعد ما افرد السافيتو والبروه على الحيطه ببدا ان انا افنش واعيد على السافيتو ده بحاجه اسمها الفرطاسه. ليه؟ عشان تديني الملمس او التكتشر النهائي بتاعي، ودي بتكون مرحله النهو. يبقى انا عندي اول حاجه مرحله الملو، بملي بالبروه، بفرد الحيطه كلها سافيتو بالبروه، بعد كده باجي افنشها بالايه، باجي افنشها بالفرطاس. نسيني الشركه اللي انا بتعامل معاها في السافيتو او الجرافيتو كلها سابقه اعمال. يعني ايه سابقه اعمال يا باشمهندس؟ هو بيديك دفتر كده في حاجه اسمها سابقه الاعمال. سابقه الاعمال ده اه انا نفذت المشروع الفلاني ونفذت المشروع الفلاني ونفذت المشروع الفلاني. فانت لما الشركه ليها سابقه اعمال كبيره بتعرف ان هي شركه كويسه ومضمونه وبتبدا انت ايه تتعامل معاها. طبعا كل شركه بيكون ليها داتا شيت، كل شركه بتبعت لك الداتا شيت بتاع الماده الاول، يقول لك التخفيف بتاعها بيكون بكام لتر، طريقه الفرد، معدل الفرد، الشكاره الواحده بتفرد لك كام متر ايه، كام متر مربع، بيكون فيها كل التفاصيل. اتمنى يكون المعلومه وصلت للمهندسين وشرحنا كل حاجه بالنسبه للسافيتو والجرافيتو.